فيسبوك. هذا في رئيسي كان منه ايش؟ انه فيسبوك عم بدها تعمل اناليسز للبريدكشن كيف الاشخاص ممكن اعمل بريدكشن كيف شكل الاشخاص مع تغير العمر. يعني انه انا اشوف صورتك اليوم كيف ممكن لو شفت صوره لك قبل 10 سنوات اتنبأ انه هذا انت نفسك، انه كيف التغيرات اللي صارت عليك. صعب جدا يجمعوا داتا زي هاي، داتا ضخمه طبعا. ايش عملوا؟ اعطوا الهاشتاج 10 years challenge والكل شارك فيها ورفع صوره وحط صوره انا وانا بعد 10 سنوات. داتا جاهزه فيسبوك واشتغلوا عليها وعملوا عليها تريننج. هذه اهميه الداتا وكيف انه احيانا مش سهل اني احصل الداتا. بدك الا اذا بدك تعمل تريكس يعني زي فيسبوك. طيب عندي واي نوت، انه ليش الان؟ يعني يمكن قبل سنوات ما كنا نسمع في الديب ليرنينج يعني. ما انا بعرف المشين ليرنينج كلها ما كنا نسمع فيها، بس بعد ما سمعنا في المشين ليرنينج حتى الديب ليرنينج انتشرت في اخر في السنوات الاخيره لعده اسباب، منها الداتا. صار في عندي كميات ضخمه جدا من الداتا افيلبل. من احد اسباب انه الداتا، غير انه الداتا صارت ضخمه عندي الفتره الاخيره، كمان صار في عندي تولز للداتا، بيج داتا مانجمنت طلعتها جوجل وطلعتها الشركات الضخمه. يعني من اول ناس اللي اشتغلوا على البيج داتا او يعني على مانجمنت للبيانات الضخمه هم جوجل. طلعوا اول ورقه بحثيه في 2006 انه كيف كانوا عاملين مانجمنت للبيج داتا. طبعا ما كانوا زهقانين شغل عليها، طلعوها يعني بعد ما خلص يعني محبه مدى جوجل 2006 تطلعوا اول ورقه بحثيه. بعدين طلع ايش؟ صاروا الناس تكمل عليها، صار طلع الهدوب اذا سمعني فيه اللي هو هدوب انه زي بيج داتا مانجمنت. فانتشار وجود الداتا، وجود التولز اللي بتتحكم في الداتا وبتتعامل معها، هذه كانت اسباب مهمه جدا انه صار الناس تتوجه للديب ليرنينج. عندي الهاردوير، المعالجات زمان مش زي معالجات اليوم. اليوم في عندي معالجات ضخمه، الجي بي يو بقدرات عاليه جدا، واذا انا ما عندي المعالج اللي مناسب اليوم ممكن تعمل تحجز اونلاين جي بي يو. لو تدخل على انتل في عندهم بيعملوا كرنت، طبعا الرنت مش رخيص، يعني احيانا بوصل في الاسبوع 200 و300 دولار، مقابل ان انت لو عندك بيانات ضخمه او عندك داتا كبيره بدك تعملها تريننج وتستنج، ممكن تروح على اونلاين تحجز جي بي يو اونلاين وتدفع عليه وحيزودوك بمعالجات ضخمه جدا، سيرفرات ممكن انت تعمل ران عليها. فالهاردوير اصبح افيلبل سواء عندك يعني على الاقل الجي بي يو زي الموجود الان مش زي الموجود قبل سنوات، واذا اللي موجود الان مش كافي ممكن في عندي اونلاين سوليوشن. الكوميونتي، انه صار في حركه بين الناس، صارت في حركه عند الجامعات، عند الاندستريز، عند الشركات، اللي صار في ميت ابس، اللي الجيت هاب لما انتشر وصار ودخل كثير من اللي يشتغل في الاي اي على الجيت هاب، صار في كوميونتي، اذا انت عندك مشكله معينه تدخل في مين يرد عليك، في مين يتشارك معك. فهذه احد الاسباب اللي ساعدت في انتشار الديب ليرنينج. عندي تولز كمان، انتشار تولز زي تنسر فلو، زي باي تورتش. سامعني في تنسر فلو؟ باي تورتش؟ يس. الانفستمنت طبعا فيها، احنا بحكي مش بحكي عن نحكي عن ملايين، نحكي احيانا عن المليارات. فاندز عم تطلع للاي اي، انه خذوا استثمروا في الاي اي، وفي فاندز ضخم جدا. طبعا هاي امثله على استخدامات الديب ليرنينج، فيس ريكوجنيشن، ايمج كلاسيفيكيشن، سبيتش ريكوجنيشن، هاند ريتنج، ماشين ترانسليشن. خلاص الديب ليرنينج في تطبيق طلع قبل سنوات او في امبلمنتيشن كان للبيج داتا او للماشين ليرنينج ما بعد سمعتوا فيه، اللي هي كانت فوز المانيا في كاس العالم سنه 2014. ما بعرف اذا حدا فيكم قرا شيء زي هيك. يعني احد اسباب فوز المانيا في كاس العالم سنه 2014 كان استخدامهم للبيج داتا والماشين ليرنينج. وفي مقالات موجوده هاو جيرمان وان ذا وورلد كاب ان 2014. جمعوا وراه على الملاعب عندهم في المانيا، جمعوا بيانات ضخمه للاعبين، راقبوا تحركاتهم، سرعه اللاعب من نقطه لنقطه، من هدف لهدف، راقبوا كمان سرعه انتقال او يعني المده اللي الكره بتضل فيها مع اللاعب قديش كم ثانيه حتى تنتقل للاعب ثاني. عملوا اناليز لكل حركات الفريق الالماني، وكمان عملوا اناليز للفرق الثانيه من الفيديوهات اللي موجوده، ويعملهم زي برنامج ابلكيشنز للفريق قبل ما يدخل على المباراه، يدخل يشوف ايش والله الفريق اللي قباله، يشوف نقاط القوه عند الحارس اللي جاي قدامه، عند اللاعبين الهجوم والدفاع الموجودين قدامه. الفريق الالماني نفسه
كانت يعني من تحليلاتهم انه سنه 2010 الالمان كانوا سرعه انتقال الكره من لاعب للاعب ثاني 3.2 سكند. فعرفوا انه هذه نقطه ضعف يعني في الفريق لازم يعالجوها. اشتغلوا على الموضوع هذا بعد كاس العالم 2014، ردوا عملوا الانالايز ولقوا انه سرعه انتقال الكره من لاعب الى اخر كانت 1.1. فهذه طبعا انا بعرف الناس بيطلعوا المحللين الرياضيين يقول لا ومش هيك والجدال، بس انه هذه احد الاسباب اللي ساعدت الالمان في الكوز في فوز كاس العالم 2014. ومن جديد كمان ليفربول، لفريق ليفربول جاب تيم كامل داتا ساينتست يشتغل على الداتا اناليسيس للتيم.